التفصيلة اللي هنتكلم عنها النهاردة في منتهى الأهمية، وهي اللي بتشكل الهاجس الأكبر عند الناس اللي عايزة تفقد وزن. يقول لك الرغبة العارمة في إنقاذ الوزن موجودة، لكن أنا مش قادر أسيطر على شهيتي. هو أصلا ينفع أن الواحد يسيطر على الشهية؟ ينفع. يعني الشهية طبعا شيء نقدر نسيطر عليه بصورة كبيرة جدا، إن هي بتبدأ بالمخ وبتبدأ من المعدة. يعني إحنا عندنا مكانين فيهم بيوصل فيهم الرسائل يا كريم. يعني أيوة. إيه؟ أنا لو صبرت، تخيل بقى إن أنت لو كلت حاجة، أنت دلوقتي جالك إشارة من مخك لبطنك أنا جعان محتاج آكل. فيبتدي الرسائل تطلع ما بين المخ والمعدة. لو لما تطلع الرسالة دي أنت ما نفذتش أو استجبت للرسالة دي سريعا وصبرت تلت ساعة، عايز أقول لك إن أنت بتحس بالشبع. يعني إحنا أول ما نصبر يعني نحس الرسالة اللي هي بتجيلنا يلا ناكل. زي هقول لك إيه، الأجانب بره بيعملوا إيه لما بيروحوا ياكلوا في أي مطعم؟ بياكلوا الشوربه الاول والسلطه، الوجبه متقسمه بالظبط كده، وبينزل البوشنز والكميات صغيره خالص غير الكميات بتاعتنا. احنا هنا في مصر بنحس ان المطعم ده كويس وكريم قوي لما بينزل الطبق الكبير المليان حاجات كتير ده. فليه الموضوع مختلف؟ لان انت مجرد ما بتدخل الرساله دي، حصلت اللي هي رساله الجوع، وبعد يعني فتره الثلث ساعه دي انت دخلت حاجه حتى لو كميه بسيطه، بيبتدي يطلع رسائل للمخ ان انا ابتديت اشبع. عشان كده كل ما بنصبر ونقلل كمياتنا وناكل تدريجيا كميات اكلنا بتقل، لكن احنا مجرد ما بنحس شعور الجوع احنا بندوس مباشرة ونطلب كميات كبيرة وناكلها. حتى لو ابتدينا نحس بالشبع ما بنديش لمعدتنا المساحة او الوقت ان انا لا ايه ده انا حاسس ان انا ابتديت اشبع اوقف اكل، لا انا بخلص لازم الطبق اللي نازل قدامي. هو عادة الواحد بياكل لغاية لما يشبع. عادة. بس يشبع دي بقى مفهومها مختلف، كل واحد وحجم بالظبط كده. لا وخلي بالك في ناس بقى حاسه بالشبع يا كريم من بدري جدا جدا، بس هي الاكل حلو انا مبسوط اكل طعمه جميل مش عايزه اسيبه. لكن صدقني الاحساس بالشبع المبدئي اللي بيجي لنا من الاول خالص بعد اول ثلث ساعه، ممكن لو احنا ركزنا معاه شويه واستسلمنا له هنلاقي نفسنا كلنا ربع الكميه الموجوده في الطبق. طب ما ان بقى المشكله الكبيره يا كريم مش كل الناس بتفهم الرساله دي، ومش كل الناس بتاخد اكشن اللي هو بعد ثلث ساعه ان انا لا ده انا شكلي شبعت اوقف اكله وابقى اكمل بعدين اخليها وجبه تانية كمان ثلاث ساعات او حاجه زي كده. لا ما بيعملوش كده وبيكملوا اكل. فبيقولوا في الاخر النتيجه ايه يا دكتور؟ لما بيتصلوا بينا دايما على الخطوط اللي هتظهر على الشاشه الفريق طبي كبير جدا في بايو ناتشرال، وهو بيكون حريص دايما ان هو يسمع المريض. يعني زي ما انا دلوقتي بتكلم اللي انا بقوله لك دلوقتي والحالات اللي بتظهر دايما معانا في الفقره دي بتكون نموذج حي للفريق عندنا في شركه بايو ناتشرال، بيسمع المريض بيسمع كل حاجه بيقولها. سمعتوا كتير التعليق اللي احنا بنتكلم فيه ده، التفصيله دي، فكره ان احنا مش عارفين نسيطر على الشهيه بالظبط، بالذات بالليل يا دكتور. احنا في الصيف احنا في مصيف وفي سهر، فبنيجي بالليل قدامنا بقى اكل وخروج وكده، ما بقدرش اسيطر على نفسي بالليل بالذات بكون جعان فباكل كميات كبيره، وخصوصا في المصايف بيبقى البحر والنشاطات البحريه بالظبط. هتقول دلوقتي خصوصا في المصايف، وكل سنه واحنا طيبين داخلين بقى على الشتاء باذن الله وفتره الصيف خلصت، هنلاقي نفسنا بنقول يا دكتور احنا برده في الشتاء بنحس بالليل بجوع شديد وبرد شديد، فبناكل برده بالليل كميات كبيره. فدايما عندنا شماعه كريم للاكل الكتير وعدم القدره على قفل الشهيه. فاللي احنا ابتدينا ما بنقدمه في شركه بايو ناتشرال هو حل انا بسميه سحري وطبي في نفس الوقت، ودي حاجه مش دايما او بسهوله بنلاقيها. ان انا اعمل ايه بقى؟ ان انا اخليك قدامك الاكل اللي موجود سواء بالليل او الصبح او الظهر او انت قاعد في الشركه مع زمايلكوا طالبين بقى الاوردر الدليفري الجميل الشهير ده. فازاي تبقى قاعد في وسط المغريات دي كلها وانت عندك شعور النهم بالاكل او الجوع اللي هو مزيف، وعايزين دايما نقول مزيف لان احيانا كمان العطش بيحسسنا بالجوع المزيف. فكل العلامات المزيفه دي ان انا لسه جعان وعايز اكل كميات كبيره من الاكل، حليناها احنا في بايو ناتشرال ان احنا عملنا كورسات مختلفه تناسب كل الاعمار، واي شخص عنده امراض مزمنه يقدر يستخدمها بطريقه امنه، سواء سكر، ضغط، كوليسترول، مريض كلى، الاطفال من اول سن 13 سنه، كل الشريحه دي من الناس تقدر تستخدم. عندنا يعني تنوع كبير جدا من المنتجات سواء الجارسينيا، القهوه الخضراء، الالياف، الكروميوم، مجموعه كبيره جدا. لما دي كلها مكونات هذا المنتج؟ لا عندنا مجموعه كورسات متنوعه في شركه بايو ناتشرال. لما بتتواصل مع الفريق الطبي وبتتكلم معاهم في حالتك بالشكل الانسب لكل حاله بالظبط، هو بقى بيقرر بالنسبه لسنك، ممكن تكون سنك صغير بس حرقك ضعيف باللي انت بتحكيه للفريق. ممكن تكون بعد اول اسبوع متابعه، لان المتابعه عندنا فيها التزام شديد جدا جدا، واحنا بنقوم بمتابعه المرضى او يعني ممكن تكون انت مش مريض عندك امراض بس عندك السمنه هي مرض ومرض مش سهل ومش بسيط.
فالمتابعه الاسبوعيه شيء مهم جدا جدا، فكل الفريق بيكون متكاتف مع بعض ان احنا نوصل للتارجت او الهدف اللي احنا بنقدمه في بيستا النهارده، وهو ايه بقى؟ ان انا اخس من 8 ل 12 كيلو، واحيانا بقيت احط رينج من 10 ل 12، الحمد لله تقريبا معظم الريزالتس بتجي لنا في رينج ال 10 اقل حاجه في الشهر.